وينضم معنا أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية الدكتور وليد الأيوبي. أستاذ وليد، بداية مرحبا بك. مسؤول أو ماذا يعني هذا القصف الذي استهدف النبطية، أحد مدن جنوب لبنان بالذات؟ ما دلالات ما جرى؟ يعني الحقيقة ما جرى هو ليس بجديد، يعني نحن نشهد منذ السابع من أكتوبر 2023 يعني أكثر من مناوشات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بين الكيان الصهيوني وبين تنظيم حزب الله، وهذه المواجهة وهذه المناوشات يعني تتخذ أشكال مختلفة، وأبرز هذه الأشكال هي استهداف القيادات، استهداف العقول، استهداف يعني النقطة كعب أخيل، يعني كعب أخيل كل تنظيم سياسي عسكري أيا كان، يعني نقطة ضعفه ونقطة قوته بالوقت نفسه هو قياداته، وبالتالي يعني هناك نوع من قواعد اشتباك جديدة الحقيقة أرشدها هذه المناوشات وهذه المواجهة غير المباشرة على قاعدة يعني low intensity conflict، يعني قوامة يعني استهداف هذه القيادات وليس القيام بحرب يعني حرب عشوائية يتخللها اجتياحات عسكرية واسعة النطاق إلى آخره. ولكن في الوقت نفسه الحقيقة اليوم الدبلوماسية يعني على نار حامية، ويمكن لنا أيضا أن نضع هذه الاستهدافات في هذا الإطار، بمعنى يعني أن بمثابة رسالة للقيادة السياسية في تنظيم حزب الله لا سيما، بأنه يعني امتثلوا إلى شروطنا، وإلا يعني فنحن ننذركم بأن هذه المواجهة سوف تتخذ أبعاد يعني لا تستطيعون تحملها. إذا هناك رسالة مفارقة، رسالة للقيادة السياسية لقيادة حزب الله بالامتثال إلى الشروط، ولكن ما الذي تمتلكه ميليشيا حزب الله اللبنانية لفعله، لا سيما مع قصف منطقة لا تقع ضمن قواعد الاشتباك المتفق عليها، وإن ذكرتم دكتور أن هناك يعني تجديد في قواعد الاشتباك؟ يعني هي ماذا يملك حزب الله يعني انه من قدرات للتصدي لهذه، تقصد لهذه؟ نعم، يعني ما هي الاوراق التي تمتلكها ميليشيا حزب الله اللبنانيه لفعله او لتقوم بتطبيقها لمواجهه هذا الظرف؟ يعني نعم، يعني اولا اليوم اسرائيل بين فكي كماشي، اليوم في عندك انت في غزه عندك حماس والتنظيمات الفلسطينيه المسلحه، وعندك في جنوب لبنان شمال فلسطين هناك ايضا يعني الفك الاخر، وتنظيم حزب الله هذا تنظيم متمرس بالقتال ويتملك او يملك يعني ترسانه عسكريه كبيره جدا وذو خبرات واسعة، وهو يتمتع أيضا بمجال حيوي، مجال حيوي استراتيجي بكل معنى الكلمة، يعني بخلفية تساعده على 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 يعني على ممارسة الصبر الاستراتيجي في مواجهته إسرائيل إن حصلت مواجهة مباشرة الحقيقة لا تمتلكها يعني القوى الفلسطينية في غزة. إذا لا، هو تنظيم حقيقة، يعني هل تقصد بأن يعني الصبر الاستراتيجي أنها حالة قرار إيران تضحية بميليشياتها وشخصياتها من أجل بقاء وديمومة النفوذ الإيراني أو بقاء وديمومة النظام الإيراني؟ والله لك هذه المسألة نحن ننظر إليها بنتائجها، ولكن إذا نظرنا بأسبابها الحقيقة هذه كلها يعني حقيقة نتائج السياسة الأمريكية منذ 2003 حتى اليوم، بعد اجتياح العراق وبعد استئصال البعث وتدمير النظام الحاكم هناك، أصبحت يعني فقدت الجاذبية هذه المنطقة، فتوغلت إيران وتنظيماتها وأذرعها في كل مكان، واليوم يعني إسرائيل وأمريكا يعني يحصدون ما زرعوهم الحقيقة، يعني طابخ السم أكله الحقيقة،
اليوم يعني هذا الحقيقة الذي يحصل. هل يستطيعون أن فعل ذلك؟ يعني المسألة هي الحقيقة طويلة الأمد. لماذا أنا دائما أعتقد لماذا دكتور لماذا وصفت يعني ما يجري من مناوشات بين الحين والآخر ما بين إسرائيل وما بين حزب الله بأنه مواجهة غير مباشرة؟ هل تشير يعني هل تلمح إلى ما جرى في غزة وعدم تحرك حزب الله؟ وارد جدا أن يعني يستنسخ مشهد غزة في لبنان الحقيقة، لأنه الضغط الرأي العام الإسرائيلي على الحكومة الإسرائيلية في الداخل نتيجة يعني هذه الهجرة الداخلية التي حصلت يعني على في الشمال باتجاه الداخل، وأيضا غلاف غزي باتجاه داخل إسرائيل. هذا ضغط سياسي كتير كبير ومعنوي كتير كبير وله رمزيته، وبالتالي يعني إسرائيل يعني انتهى عصر أو مرحلة المناورات والمناوشات، أنا أعتقد أنه انتهت، ونحن دخلنا فصل من فصول الصراع الوجودي، فما بقى في مجال لشيء نسميه win-win situation اليوم، أو you lose or you win، يعني أو تربح أو تخسر، هذه هي الحقيقة المعادلة يعني الجديدة. إما أكون أو لا أكون. دكتور ماذا عن الدولة اللبنانية؟ أو أكون بالطبع نحن قادمون على تطورات كبيرة جدا. طيب دكتور من وجهة نظرك يعني الآن ماذا عن الدولة اللبنانية؟ موقف الدولة اللبنانية مما يجري، هل ترى أنها على قدر التحدي، على قدر الحدث؟ يعني حزب الله كما هو معلوم يعني هو من يقرر حالة الحرب والسلم بحسب ما يرى مراقبون. طبعا يعني هذه بديهية، هذه ثابتة من ثوابت السياسة الرسمية اللبنانية، أن حزب الله هو الذي يفصل في الأمور الاستراتيجية في الحرب، في مسألة الحرب والسلم وكل هالمسائل هذه. اليوم الحكومة الحالية يعني هي في مكان ما هي القوة الناعمة، الصوت الناعم لحزب الله، لأنه هي بالنهاية ما كانت لتكون لولا موافقة حزب الله على أن تكون حيث هي. يعني هي الوجه السياسي لتنظيم حزب الله الذي يمارس العمل العسكري. بهذا المعنى الحقيقة أنا لا أرى بأن هناك تمايز بالموقف بين حزب الله وبين الحكومة اللبنانية، وجل ما تقوم به الحكومة اللبنانية، وهذا لا ينطلي على 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 الدول الكبرى، يعني هو يعطيك من طرف اللسان حلاوة، ولكن بهالمعنى هذا لا هذه السياسة هم يروغوا كما تروغ الثعالب. طيب. هناك دول يعني إقليمية، هناك دول يعني مجاورة لإسرائيل، قامت إسرائيل بقصف مدنها علنا وأمام الفضائيات وأمام العالم أجمع، ولكنها كرد فعل، وهي أحد دول المانعة، بأنها تحتفظ بحق الرد، وأكثر من ضربة تضرب وتقول نحن نحتفظ بحق الرد. حزب الله أيضا هل سيكون على نفس الشاكلة على غرار وعلى نمطية الصبر الاستراتيجي الإيراني؟ والله إنه هو هذا المحور محير، يعني هو محور محير، يعني طوفان الأقصى الحقيقة كشف المستور، بمعنى إنه كشف الحقائق على حقيقة، بمعنى إنه هذا المحور يعني محور أنا أراه محور هيكل عظمي أكثر مما هو محور متماسك، بدليل هذا الصمت المطبق من قبل ركائز المحور، أقصد جمهورية الصين الشعبية اللي هي حامية حمى العالم الثالث كما تدعي، أيضا الاتحاد الروسي فيدرالي الروسي اللي هو يعني أيضا يعني يعبر عن هيك دفاعه عن القيم والأخلاء والثقافة وال يعني إلى آخره، يعني نراهم إنه يعني شهاد زور على جريمة يعني ترتكب أمام أعينهم، يعني فأمهم أنا هذا المحور أنا بالنسبة لي هذا لم يعد بمحور الحقيقة. كل دولة تقوم بحساباتها الخاصة جدا وتتصرف بناء على هذه
الحسابات. شكرا جزيلا. ويعني احنا لسنا بحاجه الى ادله اضافيه للتاكد من هذه الفرضيه. شكرا لكم استاذ. من بيروت استاذ العلوم السياسيه في الجامعه اللبنانيه الدكتور وليد الايوبي، شكرا جزيلا لكم.